نعم، من خلالكم بغينا نعرفوا فين وصلتوا في المقاطعة، ما ردكم على البيان اللي خرجت به الكليتين، وأيضا حالة ديال المضربين عن الطعام لحدود الساعة. تحية نضالية من داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. كيفما كيعرف الجميع وكيفما كيعرف كيفما كتعرف الجماهير الطلابية ولا حتى الرأي العام والمتتبعين، لما يقع من داخل ظهر المهرس ليس لأول مرة ستقع المقاطعة أو أن الطلبة سيقاطعون الامتحانات، بل سبقتها العديد من المرات قاطعوا الطلبة. ولطالما الناس اللي كتحمل المسؤولية في شخص رئاسة الجامعة بدرجة أولى ولا في الهياكل الإدارية ديالها من قبيل المجالس ديال الكليات اللي كتكون هي بالدرجة الأولى المعبر من داخل الكلية عن جميع ما يقع من داخل الكليات. ليس غريب أن تخرج مثل هذه المجالس المشبوهة مثل هكذا بيانات من أجل التبرئة ديال نفسها ومحاولة التملص من المسؤولية في الإجابة عن الواقع الذي يتخبط فيه التي تخبط فيه الجماهير الطلابية. لعل قبل مقاطعة الامتحانات سبقت العديد من الأشكال النضالية التي خاضتها الجماهير الطلابية في عديد من المحطات منذ بداية الموسم على أرضية ملف مطلبي اللي يتركز في مجموعة ديال النقاط ومن بينها المطعم الجامعي، النقل الجامعي، السكن، المنح، ومجموعه من النقاط ديال الملف المطلبي. لا رجع اي واحد للملف المطلبي. نعم. الملف المطلبي اصبح الان واضحا، انا اريد فقط تعليقكم على البيانات وعلى انكم نعتوا الطلبه من الولوج الى الامتحان. القضيه ديال المنع ديال الطلبه ابدا عمرها ما كانت، ولعل المتتبع هذه الصبيحه هذه ديال المقاطعة كانت نقاشات عن طريق الإقناع والاقتناع، والطلبة كاملين في تصريحاتهم في تعبيراتهم في أفكارهم هم مع المقاطعة 100%. ولعل التصريح اللي تم عن طريق الانترنت او عن طريق اللايف لا خير داري، ان الطلبة كيحملوا فقط الاوراق ديالهم والاقلام ديالهم معبرين عن الرفض ديالهم الاجتياز ديال الامتحانات، واللي يقول بان الطلبه كيمنعوا ولا ان هناك من يمنع الطلبه من اجتياز الامتحانات. هذا البيان اللي قال ماشي حنا، البيان. البيانات ديال المجالس ديال الكليات هي اللي كتقول بان مثلا هناك اشخاص مثلا انهم هما اللي كيمنعوا الطلبه من الاجتياز. حنا كنقولوا لهم بان الطلبه مقتنعين بالمقاطعه وان ليس هناك من منعه، واللايف اللي دار في الصباح خير يرجع له اي واحد لخير دالي. نعم. ولا بغيتي التصريح، الا بغى التصريح اي واحد من عند اي طالب يمشي لعند اي طالب يقول له واش منعك شي واحد من انك تجتاز الامتحانات ويشوف الراي ديالو. اما نعم. بالنسبه للبيانات هذاك فقط تملص من اعطاء اجابات عن الواقع. نظركم علاش رئيس الجامعة يتملص من الحوار معكم، يتملص في أي تجاوب معكم نظر؟ أصلا رئيس الجامعة منذ، إلا سمحت لي نعطيك غير نبدا على منذ مثلا أنه تبرز في ذيك المكانة مثلا ديال رئاسة الجامعة، واللي كانت كتصادف على ما أظن 2013-2014 اللي جات كتوازى بالتنزيل ديال المخطط الاستراتيجي، هو اللي قدم على التنزيل ديال القرارات ديال 8 يوليوز، هو اللي قدم على اصدار ديال القرار اللي كان مجحف. بين قوسين اهم الحوايج اللي مثيره في قرارات 8 يوليوز باش للتذكير حتى للناس العاديين المواطنين يفهموا شنو هاد 8 يوليوز، اهم الحوايج. قرارات 8 يوليوز هي قرارات تمت صياغتها من داخل مثلا الاجهزه ديال منها ولات البكالوريا ولات بيريمي بكالوريا قديمه، ان مثلا طالب ما يتسجلش بكالوريا قديمه، ان مثلا كاين المنفاليدي نقطه الاقصاء، كاين نظام ديال الموازنه، كاين 18 موديل ما بين اسكات ما بين استر واسكاتر اس 5 اس 6
الا ما كانش عندك 18 لي موديل ما عندكش حق تستافد من وحدات من داخل الاي 5 اي 6. وكاين بزاف ديال النقاط من بينها مثلا ان الطالب ما ملحقوش يستافد من الوحده اكثر من 3 ديال المرات والا وصل لهاد الحد هذا يتم الطرد ديالو. هذه مثلا النقاط مثلا الاساسيه في القرارات ديال 8 يونيوس واللي عبروا الطلبه والطالبات والمناضلين والمناضلات من داخل لا على المستوى ديال ظهر المهراز لا على المستوى ديال تازال على المستوى ديال سايس على الرفض ديالهم لهذه القرارات لان هما اللي كتنزل عليهم هما اللي كطالهم الاقصاء كيطالهم التهميش كيطالهم مجموعه ديال الاشياء. اذا قامت تنزيل هذه ديال القرارات هذه قامت تنزيل ديالها ولو بلغه الحديد والنار والسنوات اللي دازت راه العديد مثلا في اطار مثلا المواجهه او في اطار مثلا الرفض ديال هذه القرارات هذه والمطالبه بالرفع ديالها او بالتجميد ديالها او مثلا بالالغاء ديالها كيتم اي شكل او اي معركه نضاليه كيتم مثلا الهجوم عليها بشتى مثلا الاشكال لا سواء عن طريق المجالس ديال الكليات في الصياغ ديال البيانات ديال النعت ديال المناضلين ديال الطلبه بانهم مثلا يثيرون مثلا الشغب انهم مثلا يمنعون الطلبه من الاجتياز ديال الامتحانات واللي كيبقى هذا مثلا مجرد افتراءات مجرد مثلا من اجل الاحتواء ديال الوضع من اجل الامتصاص ديال الغضب ديال الطلبه من اجل التنهي ديالهم على المواصله ديال 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 المطالبه بالرفع ديال كل اشكال ديال الهجوم والتخريب كل اشكال ديال الاقصاء اللي كطالوا لهاد الشعب من داخل الجميع. نعم الان كاين تنزيل قرارات ديال 8 يونيوس كاين تقريبا اصرار على عدم الحوار وتعنت على عدم الحوار معكم نظركم في الامور مشوف شنو هي رسالتكم للادارات المركزيه بحول هذا الامر هذا؟ انا ما كنظن ان ما كاينش غير قرارات 8 يونيوس بل كاين كذلك مطالب اخرى واللي كاين من بينها المطعم الجامعي واللي في ظل الاستمرار ديال رئيس الجامعه بالخصوص عمر صبحي واللي ارتكب مجموعه من الجرائم في حق الطلبه وهاد الجرائم هذه اللي فهمتي عوض ان مثلا نلقاو طلبه كيتعتقلوا كيمشيو للحبس لانهم كيطالبوا بمطالب حبذا لو كان قانون في هذه البلاد انهم يشوفوا هاد الانسان هذا الا كان انسان فهمتي ويتحاسبوا معاه على المجازر اللي ارتكب في حق الطلبه. نعم والجرائم اللي ارتكب ليس فقط من قبيل مثلا انه مثلا يدعو مثلا القوى ما يسمى بالقوى العموميه تدخل او لكذا ولكن عن طريق اصدار ديال قرارات مجحفه في حق الطلبه من قبيل الاغلاق ديال المطعم الجامعي من قبيل هذه القرارات ديال 8 يوليوز من قبيل انه مثلا حتى على المستوى ديال الكليات وخصوصا مثلا من الكليه ديال الحقوق انه كيوقف حتى المشروع ديال البناء ديال المقصف الجامعي ما كاينش حتى سيبير من داخل كليه الحقوق يعني ما كاينش الاساس مثلا ديال التواجد ديال الطالب باش يقرا مثلا في واحد الراحه باش يقرا في واحد يعني في واحد الشروط اللي ممكن انه نقول شروط الدنيا الشروط ولو دنيا مثلا من اجل انه يحصل علمي ورئيس الجامعه في تصريح سابق له قال بان مثلا بعدم لسانه مثلا بان ليس ما كاينش ممثلين مثلا ديال الطلبه وانا ما غنتحاورش مثلا مع فصائل او ما غنتحاورش مثلا مع كذا مع كذا هو اصلا يرفض الحوار يعني انسان متحجر في الدماغ ديالو كيف سيقبل بمطالب مثلا ديال الطلبه وكيف سينزل مثلا الحوار ليس مثلا الطلبه او مثلا المناضلين هم المتعنتون ويرفضون مثلا الحوار ولا خير دليل هو الحوار اللي جراوه مع الشركه مثلا ديال سيتي باس على الارضيه ديال المطالب ديالهم الحوار اللي جراوه مع المدير ديال الحي ولو لم تقدم اجابه مثلا تشفي الغليل ولكن على الاساس كاين حوار كاين ناس مثلا كتنزل كتناقش معاك كذا هذه فين ممكن مثلا تقدم لك اجابات هذه رئاسه الجامعه مادام قائم فيها هذا الشخص بالذات اللي هو عمر صبحي واللي على يده حنا كنقولوها ارتكب اجرام اول جريمه كيرتكبها
اول جريمه كيرتكبها وهي جريمه كيساهم فيها هي الجريمه ديال الاغتيال ديال الشهيد مصطفى المزيان. الشهيد مصطفى المزيان الجريمه ديال الاغلاق ديال الحي الجامعي، الجريمه ديال الاغلاق ديال المطعم الجامعي، الجريمه الحاليه ديال الجريمه كذلك ديال 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 الترحيل ديال الطالبات للفوق للحي الحي ديال سايس. اذا شكون اللي كيتحمل المسؤوليه بالدرجه الاولى من داخل الجامعه؟ هو رئيس الجامعه. اذا من يجب محاسبته؟ ليس هم الطلبه الذين يطالبون مثلا بحقوقهم، يطالبون بمطالبهم للكل يجمع على انها مطالب عادله ومشروعه. اذا وجب مثلا توجيه مثلا جميع المساءلات وجميع مثلا الى بغاو يحاسبوا او هذا يحاسبوا الناس مثلا اللي متمركز مثلا في دار قرار مثلا ديال 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 التنزيل ديال اي ديال اي صيغه من البنود مثلا من داخل الجامعه، واش كتوافق الواقع ديال الطلبه او لا ما كتوافقش الطلبه. نعم. انا ما كنظنش ان مثل هذا الشخص هذا او مثل هاد الناس هادو قادرين على تقديم اجابات للطلبه. فاتوا قبل منه رؤساء ديال الجامعه وكذا وما كانوش مثلا بهاد الصيغه هذه مثلا ديال الاجرام. فهمتي راه الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني ما يرتكبش بحق الانسانيه بحال اللي كيرتكب هاد الانسان هذا. نعم. اذا شنو المطلوب منه ولا من الاداره المركزيه ديالو؟ الا كان انسان متحجر فهمتي ما غتنتظرش منه غير الاجرام. نعم. فهمتي والطلبه فهمتي دائما ما الدين يدهم للحوار، ما يدهم مفتوحه للحوار، ما كيرفضوا حتى شي واحد على اساس ان فقط انها تكون تقدم لهم اجابات. كنقولوش مثلا ان هي عندنا ملف مطلبي كذا، حنا عارفين ذاك الملف المطلبي هو من الصعب التحقيق مثلا ديالو، ولكن كاين نقاط ممكن انهم يحقوها. نعم. ممكن مثلا يحقوها. نعم. هي بسيطه، ممكن غير بجرة قلم او مثلا غير بفكره او غير باتخاذ واحد القرار اللي هو بسيط بيفيت من داخل كليه الحقوق. مساله بسيطه بيفيت سهله، هو تم التوقيف ديالو، العمليه ديال البناء ديالو تم التوقيف ديالو عن طريق رئيس الجامعه. سيبر من داخل كليه الحقوق ما كاينش، مكتبه من داخل الحي صغيره ما كتكفيش للطلبه. اذا المطالب هي بسيطه، كتوبه ما كاينينش من داخل المكتبات. نعم، مفهوم الامور. بغينا نعرفوا الصحه ديال المضربين عن الطعام، في وسط الصحه ديالهم، الحاله ديالهم الصحيه. الحاله ديال هما الاول في اليوم 35. الحاله ديال المضربين عن الطعام، اللي غيعرف الحاله ديال المضربين عن الطعام هو اللي معيشهم بشكل يوم. واخا نقول لك انايا راه الحاله ديال المضربين عن الطعام بانها جد مزريه، وبانها مثلا المضربين عن الطعام في خطر، وبانهم مثلا الصحه ديالهم كتدهور وكذا. فعلا هذا هو الواقع، والاخير دليل هو يعني الاغماءات اللي كيتعرضوا لها المضربين عن الطعام بشكل يومي. وفي هذه اللحظه هذه اللي حنا مثلا في التصريح مع الفاس نيوز، راه كاين مثلا الرفيق بوشتى الجناتي في اغماء وتقيؤ حاد. نعم. خصنا عبر فاس نيوز بعض الاطباء تيقول بغاو يشوفوا الحاله الصحيه ديالهم، بغاو يقدموا شي مساعده، واش ممكن يكون شي زياره ديال شي فريق طبي ليهم؟ انا كيف ما قلت لك حنا ما عندناش ادنى مشكل، اولا الطلبه اولا المضربين عن الطعام ما عندهمش ادنى مشكل انه يزورهم شي واحد. نعم. ما عندهمش طبيب، محامي، كيف ما كان اصله حتى رئيس الجامعه الا بغى يجي يزور المضربين عن الطعام يجي يزورهم ويشوف الحاله ديالهم، ولكن لكن يرضى فهمتي. نعم. الا كان يرضى. نعم. لولاده. نعم. ولبناته انهم يوصلوا لديك الحالات ديال الاغماءات، الحالات ديال التقيؤ، الحالات ديال الالام الحاده، الحالات ديال الاهات. المضربين عن الطعام ما كينعسوش يوميا العويل. نعم. كيسكت واحد كينوض يعيط بالعدا والاخر، يعني حاله جد 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 لا انسانيه. في اقل من دقيقه اخر رساله ديالكم. اخر رساله انا اللي ممكن نوجهها باعتباري طالب ومناضل ديال الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، هي ان جميع من يتحمل المسؤوليه
من داخل القطاع ديال التعليم، من داخل الجامعة المغربية بشكل عام، من داخل الظهر المهرز بشكل خاص، أنهم يتحملوا ولو جزء بسيط، جزء بسيط ليس كامل المسؤولية، فقط جزء بسيط من المسؤولية في الدراسة ديال الوضع، والدراسة مثلا ديال ما وصلت يعني المستوى ديال التأزم ديال الوضع اللي المساهم فيه بشكل كبير هو عدم ديال إعطاء إجابات من لدن من يتحمل مثلا المسؤولية، لا على المستوى ديال إدارة الكليات، لا على المستوى ديال رئاسة الجامعة، لا على المستوى ديال وزارة التعليم أو من شاركهم المسؤولين. شكرا جزيلا لكم.